قال: وابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، سمي ابن سبيل لملازمته له، كطير الماء، كما يسمى طير الماء لملازمته للماء. فيعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى بلده بحسب مكانته وحاله. لو كان هذا الرجل ابن السبيل من وجهاء الناس ومن أشراف القوم يعطى ما يليق بحاله، وإذا كان دون ذلك يعطى ما يليق بحاله.